سليب تايم، فيلم اسباني دراما وغموض وجريمه، انتاج 2011، مده الفيلم ساعه و45 دقيقه، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما، متوفر اونلاين للمشاهده. الفيلم شارك بمهرجانات عديده وحصل على جوائز ايضا. قصه الفيلم تدور احداث حين تستيقظ فتاه من نومها وهي على يقين بالراحه والامان في منزلها، لتتفاجأ باحداث غريبه ومريبه تحدث لها الى ان تجد نفسها في حاله من الخوف والترقب الدائم. السيناريو والحوار، السيناريو متميز جدا، في حبكه وعمق متميزين وحكايه واضحة. بداية ووسط ونهاية بترتيب متميز، وكل شخصية واضحة أبعادها الدرامية. الحوار جيد جدا، السيناريو ذو إيقاع متميز. الإخراج والتصوير والإضاءة، الإخراج متميز جدا أيضا، كلاسيكي تقليدي ولكن فني رائع. التصوير في أغلب الفيلم كانت كاميرا ثابتة بلقطات تقليدية مع عدسات وزوايا تقليدية، بس هتحب المشاهد والتكوينات أيضا، وهيشد انتباهك جودة التصوير، هتحس إن في حاجة مختلفة. سبب الاختلاف إن المخرج فضل يستخدم كاميرا بشرايط خام وليس ديجيتال كالحال الآن. مهما تطورت الكاميرات لا يوجد سحر كسحر استخدام الشرايط الخام. الإضاءة فنية رائعة، الموسيقى اختيارات ملائمة لأجواء العامة بالفيلم، المونتاج متميز جدا ونقل كلاسيكي وتقليدي مع إيقاع ملائم للفيلم. الممثلين جميعهم متميزين، التوجيه من المخرج والسيناريو لهم رائع. بطل الفيلم حينول الثناء الأكبر اللي قام بأداء رائع على جميع الأصعدة. الفيلم متميز، واحد من أهم الأفلام الأسبانية، فكرة مختلفة وجريئة ويستحق المشاهدة، والفيلم لا يصلح للمشاهدات العائلية. تقييم للفيلم هو 7/10.